السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم راح نحكي عن هذا البرنامج اللي هو اسمه الداشمان. هذا البرنامج أنتوا أكبر قدر ببيع الأحذية، تمام؟ فكل شيء بيتعلق بالأحذية موجود عند هاي الماركة. فهلأ في عندهم هذا البرنامج اللي أي حدا بيحب يشتري أونلاين بإمكانك تفوت تشتري أونلاين، تمام؟ بتعرفوا هلا بما انه في هذا الوباء كورونا، الله يا رب هيك يصرفوا عنا وعنكم وعن امه المسلمين والمسلمات جميع يا رب، وعن البشريه كلها يا رب. فصاير اغلب الشراء واغلب المواضيع كلها عم بتصير على الاونلاين، تمام؟ فعاملين هذا البرنامج هو الداشمان، اذا بدك تشتري اونلاين بامكانك تشتري اونلاين. راح اشرح عنه هلا كيف تسجل فيه للبرنامج وبنفس الوقت كيف تشتري منه، تمام؟ خلونا نبلش هلا. بتفوت على البرنامج هذا، هون عم يعطيك انه اختار البلد اللي انت موجود فيها. نحط له دويتشلاند اللي هو المانيا. عم يفتح، فتح هلا هون على البرنامج، تمام؟ عم يقول لك انه انت شو بدك تحدد اللي بدك اياه، انه الاحذيه النسواني ولا رجالي. فيك تقول له انت اوبرسبرينجن انه تخطي هذا الشيء، فبنقول له تخطي، تمام؟ فتح البرنامج، شايفين؟ هاي البرنامج. هلا هون بقى انت اذا بدك تختار اي شيء بامكانك تفوت لهون، هلا بعد ما تفوت على هاي عم يعطيك هون في خيارات كتيره، تمام؟ عندنا هون الستارت اللي هي الصفحه الرئيسيه تبع هون، عندك اللي تحت اللي هي الشوب اللي هو الشوبينج التسوق، عندك تحت الفيالن اللي هي الافرع تبع هون، انت اذا بدك تشوف فرع قريب عليك، تمام؟ وفي شغلات تانية هون عندهم على الفيسبوك وعندهم على انستغرام وعلى المواقع التانية والقصص هي كلها. فنحن هاي كلها ما لنا فيها، هي اللي تحت كات. طبعا في عندك هون الكونتاكت اللي بدي اتواصل معهم، تواصل بامكانك تتواصل معهم اذا اشتريت من عندهم قطعه مثلا ما وصلت، في مشكله، في كذا، تواصل معهم هون. وعندك تحت اللي هي الكوندين سيرفيس اللي هي كمان اذا عندك اي مشكله كمان بتحط اللي بدك اياه وبتعدله، تمام؟ عندك هون اخر وحده اللي هي ليندا اوسفال، هي اذا بدك تغير انت مكان اللي حطيته انت بلدك اذا رحت على بلد تانية مثلا، تمام؟ فنحن عندنا هون هلا بنقول له مثلا على الشوبينج، ركز على الشوبينج، شايفين؟ طلع لنا هلا هون الشوبينج، طلع لنا الاحذيه اللي موجوده عندهم، العروض. اي مثلا في عندهم عروض هون، شايفين؟ مثل ما كنتم شايفين هذا الحذاء، شايفين؟ يعني في عنا كتير شغلات وعنده كتير موديلات حلوة، تمام؟ نحن طبعا انت بدك مثلا بتحب ماركت اديداس، تكبس على ماركت اديداس بيعطيك، بدك ماركت نايك بتحط نايك، اسيس، فيلا، اي ماركة بدك اياها بتحط عندك تحت هون، بوما، ريبوك، شايفين؟ ماركات كتيرة موجودة عنده هذا فرع، عفوا هي الشركة. فنحن بنقول له مثلا على الفيلا، حلوة هاي الماركة، شايفين؟ فتح لنا هلا هاي كل شيء عنده من ماركة الفيلا، أحذية، شايفين؟ عنده موديلات كتير حلوة وأسعاره حلوة، يعني مقبولة، ما لها كتير غالي، شايفين؟ شوفوا مثلا هذا ما أحلى، تكبس عليه مثلا لها، عم يعطيك الصور اللي موجودة عنه، شو مواصفاته، قديش بيعمل بالتنكة، قديش بيمشي، قديش القياس اللي بدك اياه. فكل هاي الشغلات موجودة هون، تمام؟ هاي المعلومات تلاقيها موجودة هون. لنفترض مثلا هلا في منه لونين كمان، عندك اللون هاد وفي اللون الثاني الابيض، اول ابيض صيفي بيجي والاسود يبقى شتوي، بس الاسود احلى والله، شايفين؟ الاسود احلى. المهم فنحن مثلا هذا الحذاء عجبنا بدنا اياه، تمام؟ بنقول له مثلا بدنا نشتري، فبنقول له هون طبعا بتحدد له القياس اللي بدك اياه مثلا 43، تمام؟ وتقول له اندن فاغن كود، يعني تبعته على السله تبع المشتريات، تكس عليها، تمام؟ عم يقول لك بدك تختار شيء ولا كذا، تقول له فاغن كوب انزين على السله، يعني بدي اشوف السله انا شو بعدت عليها، شايفين؟ هلا لكم الحذاء صار هون،
عميل لأنه القياس 43 لون شفارت سعره 44.99. تمام. هلا بنقول له مثلا انه انا هلا بدي ادفع. تمام. بنقول له يت زيشا تسوكاسن. هون بقى هلا شو عم يقول لك؟ عم يقول لك انه انت لازم تسجل ايميل. تمام. فانت هون لازم تكون عندك حساب على هذا الموقع. كيف بدك تسجل على هذا الحساب؟ اللي ما عنده حساب على هذا الموقع بامكانك تمام. في ميزة تانية حلوة والله. انت مثلا ما بدك تسجل بهذا الموقع، مو حابب انك تسجل وتعمل ايميل وتعمل اشتراك فيه، بتكبس على هاي اللي قدامها اللي هو اسمه نويا هير. تمام. نكبس عليها شوف شو بيعطيك. هلا شوف شو عم يقول لك. عم يقول لك هون jetzt als Gast bestellen und nach der Bestellung mit einem Klick eine Konto Anlage. يعني بإمكانك أن أنت توصي على هذا الشيء وتكون مجرد ضيف يعني على الموضوع وتشتري وتعمل حالك وتطلع. تمام. منقول له als Gast verfahren. نكبس عليها. شايفين هون عطانا. هلا بقى هون عم يقلنا أنه السيد سيدة. نقول له السيد. إذا كانت شركة بتقول له فيرما. تحط هون الاسم، عندك الفورم تحط اسمك الاسم الثاني، عندك هون الايميل تحط ايميلك مشان يبعثوا لك الفاتورة على الايميل او تأكيد طلب تبعك على الايميل. وعندنا هون اشتغاسة اللي هو عنوانك، وعندك اللي هو الهاوس نمبر اللي هو تحت اللي بتحط رقم المنزل تبعك، واللي عندك البوستلايت سال اللي هو الرقم البريد المدينة تبعك. تمام. بتحط مثلا رقم البريد تبعك. وهون تحت عندك الشتات اللي هي المدينة. تمام. تمام. وهلأ هون عندك مطرح محطوط إشارة صح. كاتب لك هون رشنونس أدريسة انتشبريشن دي ليفر أدريسة، انه يبعت لك الفاتورة تبع الطلب تبعك على العنوان تبعك. والخيار اللي تحت اللي عم يقول لك انه هون بما معناه انه اذا بيكون في عندك حساب عنا على الموقع وحطيت الحساب. تمام. فبيكون توصيل الطلب تبعك اسرع. تمام. فنحن ما عملنا حساب هلا، فاللي عنده حساب شو بيساوي؟ بيكبس عليها هي اللي تحت انه انا عندي حساب. تفوت بعدين بقول لك حط حسابك ايميلك ورقم الباسبورد. تمام. وبتعطي انت فايتا تليفا. تمام. وهون انت بتحط لها المعلومات ما قلت لك، او مثل ما قلت لك عشان ما يقولوا لحالهم هلا البنات انه بس عم تقول مثل ما قلت لك. عم بمزح طبعا. فهون حاطين لك اول خطوه اللي هي ليفا ادريس العنوان اللي نبعتها، وعندك اللي هي الخطوه الثانيه رقم 2. انا ما راح اشتري هالحذاء هلا بس عم بعطيكم فكره كيف. عندك الخطوه الثانيه اللي هي تسالونز ميت هودة. تمام. اللي هو هلا طريقه الدفع. تمام. فبس تكبس عليها انت لهي. شايفين هلا عم يطلب، انا عم يطلب مني انه انا اعمل له حساب، اعطيه حساب عشان فوت وعبي البيانات. فانت بس تكبس عليها لهي القصه اللي عم اقول لك عليها انا هون. تمام. بيقول لك بقى هو شو بيقول لك، حط رقم حسابك، رقم الحساب تبع البنك تبعك اللي بدنا ناخذ منه الفاتوره، او بيقول لك انه حط رقم الماستر كارد اذا عندك ماستر كارد. تمام. فهي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه بس تخلص تعبي بيانات تبع الدفع تقول له بعدين فايتا، بيقوم بيحولك على هي الخطوه الثالثه اللي هي الاوبازيك. انت هون تتاكد من المعلومات اللي حطيتها صحيحه وكله تمام، وبيقول لك انه تاكد طلبك وبيمشي الحال، بيبعثوا لك رساله على ايميلك اللي حطيته. تمام. هي بالنسبة لهذا الموضوع تبع الطلب. هلا في عنا اللي هي الثانية اللي قدامها اللي هي اسمها أبهول ستاتيون، اللي هي أقرب فرع يكون عليك. تمام. تكبس عليها. تمام. بتحط أنت وين البوست لايت سال تبعك، مثلا 2-2-3-3-3 مثلا 5. تمام. بتحط انت، بيقوم هو بيقول لك انه انت بدك تاخذها من هاي المدينه من هذا الفرع اللي انت حطيته. تمام. بعدين بتعطي انت هون ابهول ستاتيون زوخه. تمام. انه بحث، احنا عم نقول له بحث. شايفين عطانا
أعطانا كل شيء أفرو موجودة للدايشمان بهي المنطقة اللي أنا حطيت له إياها عليها. تمام؟ شايفين؟ هاي كل شيء أفرو موجودة هون اللي هي ل DHL والهيرمس، هذول شركات الشحن. تمام؟ بإمكاننا نروح نستلمه من أي فرع من هذول الأفرع بدنا. مثلا إحنا بدنا لنفترض بدنا هذا الفرع، نكبس عليه أعطانا هذا الفرع لك وهي العنوان هيرمس كذا 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 كذا، بتروح على الفرع تبع هيرمس بتقول له مرحبا أنا في إلي طلب، بتعطيه رقم الطلب بيسلمك على الاسم تبعك اللي أنت الهوية مثلا اسمك حاطه، بيقول لك أعطيني الهوية، بياخد الهوية بشوف اسمك وبيعطيك، وبالإضافة بيكونوا هن بعتين لك فاتورة على إيميلك. تمام؟ هاي بالنسبة لهذا الموضوع. أما أنت إذا ما بدك، بدك إياه يصل عندك على البيت، خلاص بتحط له أنا يوصلني على البيت، بحط المعلومات هون اللي قلت لكم عليها كلياتها. تمام؟ بنرجع هلا لورا لنشوف شو الطريقة اللي إحنا بنسجل فيها. هون هلا رجعنا على الصفحة الرئيسية لحتى نشوف كيف نحنا بدنا نسجل ونعمل إيميل واشتراك فيه لهذا الموقع. نكبس هون على هذول الثلاث خطوط. وين بدنا نسجل؟ اللهم صل على سيدنا محمد. انا كمان لانه بصراحه جديد، اول مره هلا عم يعني اول مره هلا عم بشترك فيه وعم بورجيكم شو الطريقه اللي بنساويها. لهنا بنفوت على الشوبينج، بنكبس على هي اللي هي هون تبع المعلومات الشخصيه، نكبس عليها لنشوف كيف بدنا نسجل. هون عم يطلب الايميل، ليكو تحت هون بتقول له ايش حابه نوخ كاينا اكاونت. تمام؟ تكبس عليها. هون بقى هلا عم يقلنا حط المعلومات اللي بدنا اياها، بتحط المعلومات اللي بدك اياها انت كلها هون. هير فاو نامي فون نامي ايميل باسورد، بتحط الباسورد، بتحط كلمه سر للحساب تبعك، وبتحط عنوانك ورقم البوتس لايتسال شتات، وبعدين بتقول له هون ريجستريغن. بس تقول له ريجستريغن تمام، يومه شو بيساوي؟ بيبعث لك ايميل على ايميلك وبيقول لك انه اكد لنا انه انت صاحب الايميل، وبيتم تسجيل الموضوع تبعك عندهم. تمام؟ بس عملت الحساب انت بقى ساعتها بتفوت بتعمل هون بتحط ايميلك وتحط الباسورد وبتقول له انميلدن، بعدين بقى في بتصير بتفوت وتشتري بكل بساطه من عنده. تمام؟ طبعا شوفوا شو كاتبيكم هون، اكتوالي فتايت من 5 أيام ل7 أيام، يعني هلا اي شيء بتوصي انت عليه بده من 5 أيام ل7 أيام ليوصل لعندك. تمام؟ فهي كل شيء معلومات عن برنامج الدايشمان، واي سؤال حابين تسالوا كمان عن الموضوع انا طبعا لانه هلا رح افوت صير هيك شو ترتيبه اتعمق فيه اكثر، فاي سؤال حابين تسالوا انا جاهز باذن الله. بتشكركم وبتشكر المتابعة. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة واعملوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.